وحول قرار المحكمة الاتحادية ببطلان فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية والخلافات المتصاعدة بين بغداد وأربيل، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الكاتب والسياسي عبد الكريم البياتي. أهلا بك معنا أستاذ عبد الكريم. مرحبا بكم وبكل مشاهدي قناة الرافدين الكرام. أهلا بك أستاذ عبد الكريم. يعني بعد تعذر فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، كيف ترى الوضع بين الأحزاب الكردية من جهة وشركاء العملية السياسية في بغداد من جهة أخرى؟ أخي العزيز، للجميع مصلحة في بقاء النظام السياسي الحالي وصموده، وفي نفس الوقت هدف هذه الأحزاب إبقاء هذا النظام يتسم بالضعف أيضا. فالسياسيون الحاليون ومنهم قادة الأحزاب ممن يمتلكون ميليشيات مسلحة مهددة للسلم المجتمعي يدركون قواعد اللعبة هذه ويتصرفون للأسف كما لو كانت هذه اللعبة محصلتها الصفر، وبما أن أي فرد لا يملك الوسائل العسكرية والاقتصادية اللازمة للسيطرة على البلاد بشكل كامل، وهو الأمر بالنسبة لأي جماعة كما كان عليه الوضع خلال فترة حكم النظام السابق، فقد طورت الجهات السياسية الفاعلة ثقافة تقوم على إبرام الصفقات وغالبا ما تعمل مع خصومها في تحالفات مؤقتة وتعاملية، والكل يبحث من خلال لعبته هذه الفوز بأكبر عدد من المناصب والمقاعد في نظم الحكومة المقبلة والسيطرة على مقدرات البلد ونهب ثرواته، فالكل يبحث عن غنيمته لا يهمه إن كان هذا الأمر يخدم مصلحة أبناء بلده، فالمصلحة الوطنية في آخر حسابات تلك الأحزاب بكل مسمياتها. المحكمة أكدت أن قرار فتح باب الترشح يكون من البرلمان الحالي وليس من رئاسة المجلس، هنا ما دلالات اتخاذ الحلبوسي القرار بمفرده برأيك؟ أخي العزيز، لقد أشرت لك في إجابتي السابقة أن لكل المشتركين في العملية السياسية الحالية وكل من يمضي في لعبة تتسم بنظام الشمولية المفرطة والمنافسة بعض الشيء، فما الحلبوسي إلا رئيس تكتل وعنصر من ضمن العملية السياسية القائمة هدفه الحفاظ على نظام الدولة الضعيفة هذا، لأنه يسمح له ولأمثاله من السياسيين الحاليين بضمان التمويل والنفوذ في ظل النظام القائم. فهذا النموذج يؤدي وفي الآخر إلى وجود دولة غير متمسكة بسيادة القانون أو الحكم الرشيد أو تقديم الخدمات إذا كان باستطاعة الدولة توفير هذه الخدمات لشعبها وإنصافه، فستضعف قوة الأحزاب السياسية المسيطرة على الشأن العراقي الداخلي الحالي. وما دلالات اتخاذ الحلبوسي لهذا القرار الفردي إلا هدف متفق عليه ضمن صفقة معدة مسبقا، بالإضافة إلى أن نظام القضاء الحالي لا تشوبه شاهد أنه مسيس في بعض القرارات ومتأثر بالضغوط المفروض عليه من قبل الأحزاب الميليشياوية المسيطرة على الوضع الداخلي برمته. نعم، يعني هذه الخلافات وما تفضلت به كيف ستنعكس على مجمل العملية السياسية؟ هل ستؤخر ولادة الحكومة لربما الجديدة يعني التي يتنطع بها السياسيون أم ماذا؟ أخي العزيز، يعني في لا يجهل الآن أي فرد من أفراد الشعب العراقي ولو بمن يحمل صفة التفكير البسيط تفاصيل اللعبة السياسية الحالية، فتفكير وإدراك المواطن العراقي البسيط اختلف عن السابق، وخير دليل على ذلك ظاهرة عزوف أغلب أبناء الشعب العراقي من التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب تلك الأحزاب ومرشحيها، وما هو إلا بادرة ومؤشر لفقدان الأمل بالنظام السياسي الحالي كله، وهذا أدى إلى أزمة تمثيل حقيقية وفجوة بين الممثلين السياسيين والجمهور بصفة عامة. لذلك لم ولن يهتم أبناء الشعب العراقي الأصيل لمرشحي تلك الأحزاب، ولم يعقد الأمل عليهم في تغيير واقع الحال، فغاية تلك الأحزاب وأهدافها واضحة أمام تفكير المواطن العراقي البسيط الذي حلل وجود هذه الأحزاب بهدف خراب البلد وإضعافه ونهب خيراته. نعم، يعني في ظل هذه التجاذبات والصراعات أيضا على المناصب، أربيل أعلنت رفضها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الغاز، كيف ترى توقيت صدور هذا القرار؟ أخي العزيز، توقيت صدور هذا القرار يعني توقيت حساس جدا، فكما أشرت سابقا النظام القضاء الحالي هو نظام لا يختلف فيه اثنان على أنه النظام يتأثر بالضغوط السياسية وتهديدات الميليشيات والأحزاب الحالية المشاركة في السلطة، ويبدو أن فقدان هذا النظام القضائي ل 74 قاضيا من خيرة قضاته في أحداث الشأن الداخلي العراقي ما بين تصفية مدبرة أو اغتيال
أدى إلى تأثر ومواكبته لنظام الحزب الأقوى، بالإضافة لأن خلفية القضاة المرشحين إلى المعهد القضائي والمقبولين فيه ينتمون إلى فئات حزبية وجهوية سياسية مشتركة في العملية السياسية الحالية. لذلك كل من يعتمد مقولة أن النظام القضائي مستقل في العراق فهو واهن. أما عن توقيت صدور هذا القرار وخلفية دعوة مقامة منذ عام 2012 ما سبب صدور هذا القرار في هذه المرحلة الحساسة إن لم يكن القرار ضمن صفقة مستفيدة من وقت تقديمه أحد الأحزاب الحاكمة وهدفها تشتيت الجهود السياسية الداعية إلى ترقيع العملية السياسية الحالية القائمة وإصدار حكومة أغلبية وطنية كما يدعي من قبل التيار الصدري، فما وقت إصدار القرار إلا ورقة ضغط على أقليم كردستان وحكومته لتعديل مشاركته في العملية السياسية والعدول عن مساره السياسي الحالي. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر الهاتف من ستوكهولم الكاتب السياسي عبد الكريم البياتي، شكرا جزيلا لك.